لما الباب يخبط نعرف بره مين على مين على لورا 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 العربيات حصل لها ايه؟ Welcome to reception, عمرو speaking. خير يا فندم، ايه المشكلة؟ طيب طيب حاضر، حالا هكلم العيادة تبعت لحضرتك دكتور. ألو، العيادة؟ يا دكتور مساء الخير. ايه في ايه؟ تعال اسمح لي ابص عليها. طيب دخلت عليها توقع. الف سلامه عليك. اديني ازازه البرفان اللي هناك دي بسرعه. نوره نوره نوارة. الحمد لله يا رب فايت. فايت الحمد لله. اه ثانية واحدة. طمني يا دكتور. فين ان شاء الله؟ ان شاء الله خير ما تقلقش. أنا دخلت عليها لقيتها رايحة خالص، يا دوبك عدلتها وبلغتهم تحت. ده من إيه يا دكتور؟ ان شاء الله خير، مفيش اي حاجه ان شاء الله خير. يا سفريه مبسوط فيها من الاول. ازاي ازاي يا ماما تسيبوه يروح؟ ده لسه تعبان. لا طبعا ما ينفعش، امنعوه بالعافيه. يعني معقولة يا ماما أنا أغيب يومين عن البيت ما تعرفيش تتصرفوا؟ اقفلي اقفلي. طيب خليني أكلم سعيد أما أشوف ده كمان. باي. أه يا سعيد، هو ده اللي يعتمد عليك يعني؟ وأنت عايزاني أعمل إيه يا كمال؟ هو سهلنا ونزل من وراه، وأنت عارفة أبوك اللي في دماغه كده كده بيعمله مهما حاولنا نعترض. لا 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 ما تكلموش أنت، أنا هكلمه. خلي بالك انت بس على نفسك وتيجي بألف سلامة. لا إله إلا الله. إيه ده إيه ده إيه حاج اللي نزلك؟ تعالى اقعد يا حاج بعد إذنك. تعالى يا حاج. يا سعيد ممكن تروح؟ روح يا بنتي. يا سعيد أنا كويس يا سعيد. الله طبعا أكيد كنت بتكلم كمان. كل اللي في البيت خايف عليك يا حاج، أنت بس نزلت ليه؟ يا ابني أنا ما أقدرش أستغنى عن الشغل، وبعدين أنا ماليش في رقدة السراير والأدوية والكلام ده. طب كنت استنى شوية لحد ما تشد حيلك. يا ابني أنا كويس والحمد لله. بص لما يبقى ربنا يأذن واموت ابقوا تفنوني واعملوا فيا اللي انتوا عايزينه.